بسم الله الرحمن الرحيم. العلم كل يوم فيه جديد. كرات صغيرة قطرها لا يتعدى 10 سنتي بتنتج طاقة قد الألواح الشمسية 10 مرات. الشركة الأمريكية تمام اللي انتجت كرات الطاقة دي يعني جد حاجة حديثة جدا. عملت ايه بالكرات اللي قطرها لا يتعدى 10 سنتي واللي هي بتنتج أكتر 200 مرة من الألواح الشمسية؟ تمام، بتطلع كمان قدرة من 7 لـ 8، تمام، من 7 لـ 8 قدرة أكتر من الألواح الشمسية، تمام، الضخمة اللي واخدة مكان واللي بتحتاج بطارية وبنقعد نخزن في البطارية وتقعد مدة 10 سنين، مشكلة موال وتكاليف عالية، وبعد 10 سنين نغيرها، نبقى احنا صرفنا كام واستفادنا كام، نقعد نطرح، لا الكلام ده كله ما بقاش يحصل. الأجمل انها ما بتعتمدش في الشحن على الطاقة الشمسية، لا، تعال شوف بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على أي إضاءة، يعني على أي إضاءة، لو معاك كشاف يد ماشي شغال، لو معاك أي حاجة شغال، تمام؟ المصدر بتاعها تمام؟ أي ضوء يجي على بالك، حلو؟ والله، وبتشتغل في أي ظروف، يعني في حريقة، مفيش حريقة، هي شغالة، ما بتتأثرش بالكلام ده، لأنها فيها نوعية كده عاملة زي فيها صلادة معينة. الشركة اللي هي من الجيل الجديد ده قالت ان في جيل جديد نازل، الجيل الجديد ده هيكون اقوى 60 مرة، مش هيبقى مثلا من 7 لـ 8 مرات والكلام ده كله، لا، لان الواحد اللي انت شايفينها دي هتبقى خلاص راحت عليها في حاجات كتير، وخصوصا بدأ يتم الاعتماد عليها وبدأ تدخل في مراحل التجارب الشبه نهائية في الموضوع، وبدأت ناس تستخدمها، ويقال طبعا ايه بتستخدم في يعني هتستخدم في الطيارات، تقعد 24 ساعة في الجو، عربية تقعد مش عارف 24 ساعة في طريق، حاجات زي كده، يعني مش هتحتاج بقى تقعد تبص على عداد وبنزين والكلام ده كله. مجموعة كرات الطاقة الشمسية دي تقدر بتشغل مثلا مجموعة مثلا أي حاجة مكان، تمام، ممكن مش بيحتاج طاقة عالية جدا زي مثلا صهر الفلزات، زي أي حاجة بصهر حديد، أي حاجة تمام بطاقة عالية جدا، لأن هي بتنتج طاقة، والطاقة بتقدر تعمل أي حاجة من الكلام ده، تمام. بينتج كمان ما بينتجش عنها تلوث، ودي حاجة مهمة جدا، أهم حاجة يعني هم بصوا عليها وما حدش يقول لك لا ما هي بتضر بتنتج تلوث، لا ما فيش الكلام ده كله. عندها قدرة على العمل ساعات طويلة وبتنتهي ويدخل حاجة مكانها تاني، بتشتغل في أجواء طبيعية زي ما قلنا وكويسة والكلام ده كله، وده تدخل مجال جديد لمجال الطاقة، والمجال ده تقريبا هيبدأ يبهر ناس كتير جدا، ويبدأ هيبقى عليه طاقة عالية جدا. أديك شايفين الكرات، مجموعة كرات بص عاملة ازاي عشان في الجو عشان تاخد أي إضاءة طبيعية، مش مهم إضاءة يعني بس لو ما توفرش إضاءة طبيعية لا ممكن كشاف اليد وشغال. ده كل حاجة مجموعة طاقة جديدة، والجيل التالت اللي هيظهر نبدأ نتكلم عليه قريب، ولو ليك أي سؤال السلف تعليقات هرد عليك. شكرا لكم، ربنا يوفقكم.